راح يقتيم على المنافسة اللي هو خلاص تدفق. آلية التقديم على المنافسة، أول شيء إعداد كراسة، بعدها يكون الإعلان عن المنافسة، يعني بناء على إعلان المنافسة يكون في نموذج إعلان، بعدها استقبال كراسات العروض ما شاء الله. بعد استقبال كراسات العروض تحقق من استيفاء شروط المنافسة، طبعا إذا كانت لا طبعا يستبعد ما شاء الله تستبعد الشركة نفسها. حلو. إذا كان نعم يكون فيه لجنة تفرز العروض طبعا ماليا وقانونيا و فنية. بناء على الفرز يكون فيه ترسية المشروع نفسه أو المورد اللي مقدم على المنافسة. بعد الترسية يكون فيه يقدم الضمان البنكي لحسن التنفيذ اللي هو تنفيذ المشروع أو تنفيذ جسمة عملية العقد اللي بينه وبين الشركة. يكون في تحقق من الضمان البنكي عن طريق البنك او عن طريق غرفة تجارية او ايفر. اذا كان لا يرجع لعملية الفرز السابقة. اذا كان نعم يكون فيه الساين كونتراكت. ما شاء الله استاذ يزيد، ايش فايدة هذه بالنسبة لك كمدرب؟ هذه طبعا نحن تعلمنا شو اسمه اول شيء الخرائط المفاهيمية. الخرائط المفاهيمية وهذه الخرائط اللي هي التدفق اللي هي تعطيك الاجراءات كاملة. يا سلام. يعني الاجراءات ان تمشي عليها ما شاء الله، من صاحب قرار فيها وانما هو اجراء سابق تمشي عليه ستيب باي ستيب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه. هل هي مهمة في تدريب؟ قطعا مهمة في التدريب، بدون وجود بروسس واجراءات ما تستطيع ان تكون الفكرة واضحة عندك. يا سلام. تعب تسلسل العمليات اللي حتقدمها في المادة التدريبية. ما شاء الله، شكرا لكم، تصفيق قوية جدا. ما شاء الله، شكرا ليزيد الحلو على